بمناسبة عيد الأم واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وبمشاركة أكثر من 80 سيدة وشابة من محافظات مختلفة، انطلق بازار إبداع 11 في فندق سفير حمص، والذي تنظمه مجموعة نساء صغيرات مبدعات برعاية غرفة تجارة حمص. طبعا هلا نحن من خلال الجولات هوني وخلال هيك فكرة طلعت معنا من خلال بعض الطاولات اللي زرناها، انه عم بسالهم انه انتم عم تسوقوا برا، قال لا نحن بنسوق يا اونلاين يا اما زبون على الطلب. فنحن هلا كغرفه تجاره رح نعمل فوريا بعد البازار هذا مشروع، نعمل قاعه عرض سنويه، يعني نحن رح نعمل مشروع عرض لهالمحلات هاي الموجوده اليوم كلها معنا هالمهن هاي، نعمل لها عرض بخلال قاعه كبيره رح تكون سنويه، نستقطب عليها الزوار بشكل دائم ونأمن لهم وصول منتجاتهم بشكل عام للمستهلك. اجى من عندنا مشاركين من برات حمص، اجى شيء 12 مشارك جديده من بانياس ومن طرطوس ومن اللاذقيه، وهو هذا المعرض حبينا يكون بهذا التوقيت لانه اعياد ومناسبات في رمضان المبارك علينا وعليكم جميعا، في عيد الام وعيد المعلم، فبتصير هيك حركه الشراء والاقبال يكون اكبر ان شاء الله. المعروضات توزعت بشكل يبين للزوار ما ابدعته الايادي من ماكولات ومشغولات ومطرزات وزينة لكل المناسبات، ومهن جمعت ما بين التراث والأفكار والرؤى العصرية لتلبي جميع الأذواق والاحتياجات. وركزت على شنط التابستري لأنه بده هذا النوع من الشغل بده كتير جهد وحتى مكلف، مكلف بالوقت ومكلف بالمادي، فما فيني شارك بكتير قطع، فحاولت قدر الإمكان أعمل هدول 3 قطع بس هيك لعرف العالم على هذا النوع من الشغل. فني هو اسمه فن الماندالا، يعني بيتوظف على الهدايا أو مثلا مرايا، أي شيء مثل ما أنك شايفة على الطاولة، ألوان كلها ألوان متناسقة وبشكل متناظر وما في ولا قطعة بتشبه الثانية أبدا، هاي اللي بيميزه أكثر شيء. يعني مشاركتي الأولى مشاركة بترطريز اللوحات، رسم لوحات أشخاص وديكور، وياما راسمي لوحاته هو بحضني هيك. في كتير عالم مثلا بيحبوا يهدوا مثلا اهاليهم، يكون عندهم مرضى السكر، عندهم اي شيء مثلا متعودين على الدايت، فنحن عندنا منتجاتنا كلياتها نوعيه صحيه، في منه خالي من السكر، حتى في عينيها كلياتها نظيفه خالي من المواد الحافظه، هاي كلياتها كلها شغل بيوت. المعرض يهدف الى تشجيع السيدات اللواتي يعملن في بيوتهن وينتجن اعمالا يدويه مميزة لتعريف الناس بها وتسويقها. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من بازار إبداع في فندق سفير حمص.